هو أول ظهور لي منذ نجاحه في انتخابات النادي الأهلي، لم يظهر حتى هذه اللحظة في أي حوار أو لقاء تلفزيوني، وبالتالي لنا الشرف أن يكون متواجد معنا النهاردة. من الشخصيات المتحمسة دائما وأبدا، منتمي بشدة للنادي الأهلي حتى قبل أن يكون عضو بمجلس إدارة النادي الأهلي، له تواجد قوي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أرحب وحيي الثاني اللي حصل على ثاني اعلى اصوات في انتخابات النادي الاهلي. الاول كان هو المهندس خالد مرتجي، والثاني كان محمد ضماطي. ما بتفرقش لكنه التصحيح كان واجب. برحب بالاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ضيفا عزيزا علينا. مساء الفل عليك. اهلا بيك يا كابتن شوبير. مساء الفل عليك، نورنا. سهرتنا بس معلش بقى، احنا برنامجنا بالليل بقى لازم تسهر النهارده معانا شويه. مين هو محمد ضماطي؟ انا رجل أعمال، أنا عندي 38 سنة، علاقتي بالنادي الأهلي علاقة مشجع بحتة من البداية، ما كنتش عضو جمعية عمومية أساساً في النادي. بدأت تشجيع النادي الأهلي من خلال والدي من أول ما وعى على الدنيا. لفيت كل المحافظات وكل حتة ورا النادي الأهلي من وأنا يعني من وأنا في الجامعة، يمكن بدأت أسافر ورا النادي الأهلي. ولما بدات يبقى عندي فرصه، وكان عندي حلم من وانا صغير ان انا ابقى موجود في مجلس الاداره، يمكن وانا عندي 16 او 17 سنه. اول حلم يمكن مكتمل ليا ان انا ابقى موجود. بس الولد عضو في النادي؟ لا 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 لا، ما كانش عضو. انا اللي عملت العضويه لنفسي. والله انا كان عندي الحلم ده من وانا صغير. ووالدي اهلاوي جدا بس ما كانش عضو في النادي، وما عندوش علاقات في يعني باي حد في النادي. وانا حبيت ان انا اشق طريقي في الحته دي لوحدي، يعني حبيت ان انا ابقى امشي في السكه دي مع نفسي. وقدرت بقى ان انا اتعرف على الكابتن الخطيب. الكلام ده في 2009. احكي لك القصه. كابتن الخطيب كان ساكن جنبي في الجيزه، وبيصلي في نفس الجامعه اللي معايا، وما اعرفوش وما بحبش ان انا اتطفل يعني او اسلم او اي حاجه. وفضلت على كده سنوات لحد سنه 2009. كان النادي الاهلي بيغير مدرب، كمان والجوزيه مشي راح انجولا. وكان في اسم مدرب عجبني، ما كانش في وقتها بقى سوشيال ميديا وما اعرفش اي حد في النادي. فقلت انا هستنى كابتن خطيب بعد الصلاه اقول له اسم المدرب ده. فخلصنا الصلاه والجامع قدام البيت عنده خطوتين، فاستنيت سلم على الناس والكلام ده كله، ورحت رايح له قلت له يا كابتن انا يعني ما قلتلوش انا مين، قلت له في مدرب في دماغي كذا كذا كذا. هو كابتن محمود ما رضاش يكسفني وقال لي يعني هيسمع مني وبيتمشى معايا. قلت له اسم المدرب كان ايريك جيرتس، كان مدرب بلجيكي. اول ما قلت له الاسم وقف عجبه، فقال لي هذا مدرب كويس قوي بس ده انا سامع ان هو مضى للهلال السعودي. قلت له طب في اسماء ثانيه ممكن اعرضها لحضرتك؟ قال لي ما فيش مشكله. كل ده برده ما اعرفش انا مين. رحت ثاني يوم المكتب، حضرت شويه اسماء من دماغي كان يعني شايفها ان هي مناسبه في الوقت ده، حطيتها في ظرف الكارت بتاعي وسبتها للامن عند الكابتن في العماره. عدى لحد الاثنين الثلاث وانا قاعد في اجتماع، لقيت نمره غريبه مكلماني، قال له انا كابتن محمود الخطيب. طبعا قمت في منتهى السعاده. بدا يتناقش معايا في الاسماء اللي موجوده، ومن هنا بدات العلاقه. بعديها باسبوع تعرفت على خالد مرتجي بالصدفه. كان في جمعيه عموميه اتحاد اليد في فندق، وانا كنت في فرح وبايت، فتعرفت عن طريق واحد صاحبي، وخالد بين اصحاب على طول. يوم الحد اللي بعده رحت عملت عضويه 80,000 جنيه، رحت دفعتهم 2009. انا اجدد عضويه في المجلس باي فار يعني. فانا مش وده انا حاجه بفخر بيها يعني. الناس دايما وقت الانتخابات اول اجتماع لينا كانوا السيم بتاع او التميمه بتاعه المجلس ان احنا الناس كلها اولاد النادي ومتربيين في النادي وكده. قلت لهم يا جماعه انا بس يعني انت ابن النادي كمشجع، نقطه اعتراض انا عضويتي 2009. فبالعكس حاجه بفخر بيها ان انا بدات الحته دي من الصفر، وبدايتي مشجع لحد الحمد لله ما وصلت. دايما بيبقى في نوع من انواع التوجس او الخيفه من ان رجال اعمال يتولوا مناصب رياضيه، يقول لك ما هو راجل اعمال وناجح وشغال هيعمل ايه بمجلس اداره النادي الاهلي او الزمالك او غيره. هل التخوف ده بيبقى له في بعض الاوقات كده داعي؟ انا بالنسبه لي انا بحب النادي الاهلي، ده مصدر السعاده بتاعي في حياتي من وانا طفل صغير. يعني النادي الاهلي ده بالنسبه لي هو مصدر السعاده، فكون ان انا راجل اعمال ما يحرمنيش ان انا ابقى موجود جنب المكان اللي بيمثل بالنسبه لي مصدر سعاده. ان انا النهارده بقى موجود بساهم برؤيه بافكار باتخاذ قرارات، دي حاجه انا شايفها اضافه ان الواحد بيستفيد من خبراته في حياته العمليه انه يبقى موجود.
فبالعكس انا شايفها ان هي رجل الاعمال زيه زي اي حد، زيه زي الرياضي، زيه زي اي حد، مش عيب يعني ولا حرام، بالعكس من حقه يبقى موجود. تمام. طالما من 2009 وانت حابب النادي كده وبقيت عضو، كانت في انتخابات قبلها 2014 وكان على راس النادي بالتاكيد رجل فاضل والمهندس محمود طاهر، ليه ما ساعدش انت تبقى عضو مجلس اداره في وقتها؟ انا دخلت 2010 لجنه تنميه الموارد. ياه. يعني بعديها بسنه على طول. ده كان ايام الكابتن حسن والكابتن خطيب. ايام كابتن حسن. مين رشحك؟ كابتن خطيب؟ كابتن خطيب الاول. خالد خدني، قعدنا مع كابتن خطيب على قعده تنميه موارد. بعديها بكام شهر لقيت تليفون جالي من كابتن خطيب قال لي احنا بنعمل لجنه تنميه موارد من شباب صغيره، وكنت انا وكان فيها محمد الجرحي وكان محمد الغزاوي واسماء اخرى، قال لي تبقى معانا برضو. كانت من ضمن الحاجات الجميله بالنسبه لي. بعدين انا بعد 2012 بعدت شويه. يعني بعد 2012 الاحداث اللي حصلت، يعني انا خدت يعني اتقفلت شويه من من الاحداث والموضوع كان صعب شويه، فخدت جنب فتره طويله لحد بقى ما رجعت على الانتخابات اللي بعديها اللي هي في 2017. هل حد دعاك لانتخابات 2017 ولا انت اللي رحت عرضت نفسك على الكابتن خطيب؟ جالي تليفون من محمد الجرحي. قال لي انت اسمك مطروح موجود. ما اول لما جالي التليفون ده انا يعني ما كنتش برضو حتى وانا عضو ما كنتش بروح نادي كتير قوي. يعني بروح مره كل شهر او شهرين. فاول لما جالي التليفون ده خدت بعضي ونزلت، قلت هبدا الف في النادي اشوف نقدر نعمل ايه. ايه الخدمات اللي نقدر نقدمها، في حاجه اصلا تتقدم ولا لا. الامور شكلها ايه. لفيت رحت لثلاث فروع وكلمت الكابتن في التليفون. قلت له يا كابتن محتاج اقعد مع حضرتك من غير ما اقول له اي حاجه. ما كانش لسه حصل حوار بينك وبينه خالص. اللي وضح لك بس او اللي ادالك الخط، اللي وداني الخط كان الجرح بالظبط. رحت قعدت مع الكابتن في 6 اكتوبر وعملت له برزنتيشن كامله فيها كل الرؤيه اللي انا شايفها والافكار اللي ممكن نحطها والكلام ده كله. وقلت له يا كابتن انا يعني انا بيشرفني ان انا ابقى موجود مع حضرتك. لو حضرتك يعني كان كابتن وقتها اعلن ان هو نيته ان هو ينزل. قلت له انا يشرفني ان انا ابقى موجود. ولو انا مش موجود انا داعم لحضرتك 100%، لان انا حلمي يعني من وانا صغير وانا مشجع ان انا نفسي اشوف كابتن محمود في منصب رئيس النادي الاهلي. فقال لي مفيش وعود بحاجه. انت عارف كان عندنا قائمه طويله وفي مرشحين كتير. طبعا. بس يعني بسط من الكلام وسالني وقتها انت سنك قد ايه؟ انا كان عندي مطب في الحته دي. كان 5 ايام لا 3 اسابيع. 3 اسابيع قفلت على 3 اسابيع. فقلت له يا كابتن بص انا هتم 35 و 23 سبتمبر. احتمال يكون باب الانتخابات اتفتح قبليها ففتحت السن. احتمال بعديها. بس ومشينا بقى وبدانا يبقى في اجتماعات وبدانا نتعرف على القائمه اللي هي كانت الاول فيها 19 او 20 اسم. مظبوط. لحد ما جه يوم 23 سبتمبر اللي هو يوم عيد ميلادي. كلمت الكابتن وقلت له انا يعني انا النهارده بتم 35 وانا برفع عن حضرتك الحرج لان انا يعني ما كنتش متوقع ان انا هتاخد فوق السن يعني. فرد عليا قال لي لا ما يعني ما فرصك موجوده وكل حاجه ويعني الموضوع مش بالسن الموضوع بالافكار. وكان بقى في ناس كتير يعني حوالين الكابتن بيطمنوني دايما انت موجود ودورك موجود. لحد بقى قبل التقديم بيومين ثلاثه اتصل بيا وقال لي حضر حاجتك. كل الاتصال كان مع الكابتن خطيب. هو بيحب يمسك الخيوط كلها في ايده في الانتخابات. انا ما حبيتش ان انا بلف من ورا حد تاني يعني. انا بحب علاقتي بالكابتن تبقى مباشره. وجودك مع القائمه غير وجودك خارج القائمه؟ يعني لو كنت دخلت خارج القائمه كانت تبقى فرص النجاح حصولك على تاني اعلى الاصوات كان هيبقى صعب شويه. لا طبعا مستحيل. مستحيل. طبعا لان انا خلي بالك انا اولا انا تاني علاقاتي في النادي كانت في البدايه ضعيفه جدا. وانا كنت صريح مع الكابتن في ده. قلت له ده. يعني انا فاكر الكابتن مره كلمني قبل ما يعلن قال لي انا عايزك تنزل النادي وتبدا يعني لما حد يسالك تقول له انك انت ناوي انك انت تنزل الانتخابات. قلت له يا كابتن انا لو دخلت من الباب الرئيسي الباب المعلمين مش هسلم على واحد. ضحك. فقال لي طب انت صريح للدرجه دي. لا ما مش مش ما ينفعش اخبي حاجه زي دي. وبالعكس الحاجه انا بفخر بيها. انا اشتغلت في الانتخابات الشهرين بقى بتوع الانتخابات دول. يعني ادعي ان انا يمكن اكتر واحد بودت نفسي صبح وليل وكنت بروح الثلاث فروع يمكن في يوم واحد. وعشان كده يمكن ربنا وفقني في ان انا ممكن اكون جبت اصوات اعلى. لكن وجودي في القائمه هو 100% هو اللي سندني. يعني اسم الخطيب فرق. انا لو ما كنتش عملت المجهود ده كله قعدت في البيت الشهرين كنت هنجح برضه يعني كمان. 100% الانتخابات اللي فاتت الوضع كان واضح وصريح ان الكابتن. هل ده بيبين انه دايما في النادي الاهلي بتبقى في حته الرموز؟ يعني دايما بتحس باسم صالح سليم، بتحس باسم حسن حمدي، بتحس باسم محمود الخطيب،
ده بيبقى فارق واضح باين للناس كلها. هويه وخصوصيه. هويه النادي الاهلي ليها علاقه ان لما يبقى فيه رمز واسم تعب وشيء في صناعه اسم النادي الاهلي وعنده القدرات الاداريه، الجمهور بيبقى حابب ان ده يبقى موجود. نعم. بيبقى حابب الشخص والرمز ده يبقى موجود. حتى في الصوره اللي كنا عارضينها كان الكابتن خطيب بيشرح برنامجه، كان وراه صوره الكابتن صالح سليم، وكان وراه صوره ودي صوره الكابتن حسن حمدي، وصوره رموز من رموز النادي الاهلي. احنا ده النادي الاهلي المؤسسه. جزء من نجاح المؤسسه دي انك انت بتبني على اللي قبليك. يعني في نفس المؤتمر ده الكابتن اظهر صوره مهندس محمود طاهر في الانتخابات. وكان يعني انتخابات ادعي ان هي كانت اسخن انتخابات في تاريخ النادي الاهلي الحديث. صحيح. على الاقل صحيح. يعني طبعا كان في انتخابات قبل كده ما بين الفريق مرتجي وكابتن صالح، اكيد برضه مهندس محمود طاهر بعد الكابتن صالح والكابتن حسن. وده نادرا ما بيحدث في انتخابات. لا ده بيحصل. وده نجاح النادي الاهلي. نجاح النادي الاهلي انك انت تبني على اللي قبليك. يعني كان في واقعه اللي حصلت من حوالي اسبوع في قناه النادي، ان حصل سهوا ان اسم المهندس محمود طاهر ما اتقالش تاني يوم. الدنيا اتقلبت في لحظتها فعلا. الدنيا اتقلبت في لحظتها. كلنا كنا بنكلم بعض ويعني يعني مش طريقتنا يعني ما فهمناش يعني طبعا. هي كانت غلطه وتصلحت على طول، بس يعني استغربنا لان هي مش تيمه النادي الاهلي ان دي حاجه زي دي تحصل خالص. احنا كلنا بنبني ورا بعض. نرجع للبرزنتيشن اللي انت قدمته للكابتن محمود الخطيب ساعتها، وانت رجل اعمال وعندك فكر وعندك فكر استثماري بشكل جيد. يعني هل اللي انت قدمته له ده حصل منه حاجه ولا ده كان كلام انتخابات وخلص؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس. حصل حاجات كتير جدا. كنا بنتكلم على عقود الرعايه والبث. نعم. كنت بقيس الفجوات اللي ممكن تبقى موجوده ونقدر نعمل ايه ليه. يعني انا كنت شايف ان احنا عندنا فرص اكبر في حقوق البث. وقد كان لان انا راعي للدوري. فانا شايف الفلوس اللي بتدفع كرعايه للدوري، فانا شايف فرصه النادي الاهلي ان هو يزيد قد ايه في البث. الرعايه انا وقتها كنت راعي للنادي الاهلي برضو في عصر في وقت المهندس محمود طاهر اخر سنه او سنه ونص، فبرضو كنت شايف ده، فشايف نقدر ننقل من كام لكام. فلا يعني الحاجات اللي اتحطت في البرزنتيشن جزء كبير منها اتاخد في البرنامج الانتخابي، واللي اتاخد في البرنامج الانتخابي جزء كبير جدا منه اتحط. وانتوا بجد اشتغلتوا على البرنامج الانتخابي ولا برضو ده كان ايام انتخابات وكلام انتخابات؟ لا خالص، اشتغلنا على البرنامج الانتخابي. في حاجات اتنفذت وفي حاجات بتتنفذ بس بعد ما اتاخرت شويه. وفي حاجات لسه احنا قدامنا حوالي 14 شهر، في حاجات لسه داخله في حيز التنفيذ. انا من النوع اللي دايما ببقى حريص وانا بتكلم في حته البرنامج ان عضو جمعيه العموميه للنادي بيتعامل مع النادي على انه بيته حقيقي. ده صحيح. وهو فعلا بيقضي وقت في النادي زيه وزي ما يكون بيقضي في بيته. نعم. يمكن اكتر انه بياخد ولاده بياخد اسرته بياخد قرايبه، ان شاء الله بيقطع للي ما عندهمش ادويه بيقطع لهم تذاكر. فكل عضو ليه متطلبات معينه. صحيح. فانت ممكن النهارده مثلا على سبيل المثال عضو مثلا بيلعب كاراتيه في الجزيره. فاحنا عملنا صاله كاراتيه محترمه جدا في الجزيره. فانت ممكن تبقى في نظر العضو ده عملت حاجه في منتهى العظمه. نعم. ممكن في فرع مدينه نصر مثلا ان كان اهميه انك انت تعمل جراج دي اهم حاجه، فاحنا بنعمل الجراج دلوقتي شغالين فيه 500 عربيه تقريبا 650 ل 700 بس لسه ما اتعملش. بس بيتعمل بس ممكن لحد النهارده العضو بتاع مدينه نصر هيبقى شايف انك انت لسه ما عملتش. نعم. فدايما ببقى حساس في حته ال نفذت وعود بنسبه قد ايه. ما انا بقول لك ما بحبش اقول نسب لان انا دايما باخدها باوزان. طب راضي عن عن الوعود يعني عن البرنامج الانتخابي؟ لانه كل ما اسمع كابتن خطيب ونادرا ما يتكلم يعني الراجل او اسمع حد من حضراتكم فبيقول لا اللي احنا قلناه في البرنامج الانتخابي جزء كبير جدا منه تنفذ، ونادرا ما بيتم تنفيذ هذا الكم الاكبر من البرنامج الانتخابي. ما انا بقول لك هتاخدها شق شق. مثلا الانشاءات على سبيل المثال. لا المجلس عمل انشاءات اعتقد ان هي جيده جدا في الفتره الزمنيه دي. اتاخرنا في الشيخ زايد شويه. فاحنا لسه الشيخ زايد دلوقتي شغالين في بكره باذن الله مجمع البنوك بيفتح. اشرح لي شويه مجمع البنوك. في كلام كتير اثير حول هذا الامر، يا ريت توضحوا لي. مجمع البنوك احنا من ضمن الخدمات اللي بنقدمها للاعضاء في الشيخ زايد ومورد مالي كويس للنادي. عقد 10 سنين مع 3 بنوك من اهم البنوك الوطنيه اللي موجوده. نعم. وباذن الله الافتتاح بتاعه بكره بيقدم. نعم. خدمه للاعضاء. وعندنا في الشيخ زايد صاله كاراتيه، صاله جمباز، صاله سكواش. خلصوا؟ بيخلص. فانت الثلاثه مع يعني بعض انشاءات شغالين فيه. انشاءات شغاله ومبنى اجتماعي. نعم. نظريا كانت الناس ممكن تبقى متوقعه انك انت تعمل اسرع شويه وتعملهم واحده ورا الثانيه. احنا عشان كان في مشكله في التراخيص
وخدت وقت شويه، وحصل تاخير مش عيب ان نعم. كورونا واللخبطه اللي حصلت صحيح. فباذن الله تخلص بيهم، بس النهارده ممكن يبقى في حد شايف ان لا انت لسه ما عملتش حاجه نعم. لكن الحقيقه ان احنا باذن الله هنقفل الكلام ده كله في اسرع وقت ممكن، وباذن الله خلال شهور قليله. مدينه نصر في تطوير كبير حدث. مدينه نصر احنا عملنا البوابات، البوابه الرئيسيه والبوابه الخلفيه، عملنا ريسنتلي الفود كورت حاجه اكتر من رائعه كمكان للاعضاء، عملنا حمام السباحة المنطقة الترفيهية، عملنا الأكاديمية بقت أكتر تنظيما وشكلها حلو بالمدرج بتاعها. فمدينة نصر خدت حيز كويس، لكن مثلا مدينة نصر فضل الله حتة الجراج هتبقى مهمة جدا، أعتقد دي هترضي الأعضاء هناك. الجزيرة أنت عملت صالة الكاراتيه كانت مهمة جدا، عملت جمباز الطوارئ، جمباز الطوارئ بالأجهزة، عملنا صالة تنس طاولة، قعدنا تأهيل صالة عبد الله الفيصل كانت بقى لها حوالي 10 سنين ما اتطورتش الأرضية بتاعتها. بشغال في البوابات دلوقتي، اسوار جزيره ومدينه نصر الاثنين بيخلصوا، فعملنا شغل مش بطاله. الجزيره المساحه محدوده، كان في طبعا مشروع ان احنا نهد المدرج بتاع التتش القديم، في كلام في لسه التراخيص والحاجات دي كلها، لكن عملنا بقدر المستطاع الحاجات دي. كان في برضه مبنى اللي هو التراسات اللي هو كان خلصه مجلس مهندس محمود طاهر نعم، كان خلص منه 99% عشان نبقى منصف، كان يعني الموضوع كان على ايام اتفتح برضو ده سبيس للاعضاء. فانشائيا شيخ زايد اتكلمنا عليها، تجمع شغاله المرحله الاولى، شغالين في التجمع الهيئه الهندسيه واخده. هيفتح امتى ان شاء الله؟ يعني تصوري بعد الصيف اللي جاي، يعني ممكن زي دلوقتي او شهر سنة. يعني سنه او اقل شويه ان شاء الله بالفعل بدأ. المرحله الاولى. عايز اروح لفصل بس عايز اكلمك على الفلوس، الدخل، كورونا، كره القدم، البطولات، الاكاديميات، في حاجات كثيره جدا الناس مستناها في حوارنا النهاردة. هنتكلم مع الأستاذ محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كان مهم جدا عضو مجلس إدارة جديد دخل قدم برنامج، عرض نفسه على رئيس النادي، بقى موجود في القائمة، نجحوا نفذوا قدمنا القائمة، لأنه كمان الناس كلها لازم تعرف أعضاء النادي مشجعي النادي، واحد كان من مشجعي ومحب النادي بقى عضو مجلس إدارة، دوره داخل المجلس عامل إزاي، كان مهم نعرفه. الآن بعد أن أصبح عضو، عضو مؤثر داخل النادي، استثمارات الرياضية اللي بتصرف عاملة إزاي، فرق كرة القدم، مدربين، طريقة اختيار موسيماني، التحدي في البطولات الإفريقية، والتحدي الأكبر للنادي الأهلي في الألعاب الجماعية، حاجات كثيرة جدا هنتكلم فيها لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بجد ترحيب بضيف العزيز استاذ محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني برضو في بعض الشكاوى، يعني ناس في كتير راضيين، لكن في ناس بالتاكيد غاضبين، وده طبيعي، امر طبيعي، لن تستطيع ارضاء كل الناس، لكنك شرحت شويه اللي بيحصل. لكنه من الكلام برضو الحقيقه موضوع شركه الكوره، موضوع استاد النادي الاهلي، لازم تشرح لي الموضوع عنده. طيب خلينا نتكلم على شركه الكوره الاول. طبعا انت عارف النادي الاهلي بيفكر في موضوع شركه الكوره يمكن من 10 سنين صحيح. بس كان قانون الرياضه لا يسمح. بعدين الحمد لله قانون الرياضه اتعدل، عملنا اللائحه من سنتين. كابتن محمود في المجلس قبل اللي فات كلف بعض يعني بعض اعضاء المجلس، انا منهم في حته الكوره وفي بعض الاعضاء التانيين لموضوع الاستاد والشركة الاهلي للسياحه عشان نبدا بعدين الشركات بتاعتنا. فمعايا في اللجنه هي لجنه برئاسه خالد مرتجي ومعايا طارق انديل، اشتغلنا على ثلاث محاور في شركة الكورة. احنا بنعمل دراسة بنقدمها للمجلس في اول 12 عشان نبدأ بعد كده ناخد الخطوات التنفيذية. ثلاث محاور اللي احنا بدأنا نتكلم عليهم، نمرة واحد الهيكل التنظيمي للشركة، الشركة دي هيبقى شكلها عامل ازاي، الجوب ديسكريبشن بتاع الوصف التوظيفي للناس اللي شغالة تبقى عاملة ازاي، علاقة الشركة بالكورة فنيا ومين بيعمل ايه والكلام ده كله. فده الشق الاولاني اللي اتكلمنا فيه. بدأنا نتكلم مع أندية برة إن احنا نستفيد من تجاربهم في شركة الكورة، إن احنا ناخد زي مين أندية زي مين؟ بنتكلم على يوفنتوس، بنتكلم على أياكس. تكلموا على ولا مع؟ لا مع 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 من خلال طبعا خالد مرتجي عنده علاقات قوية، علاقات مع الفارنة كويسة ولا علاقات مع بس احنا يعني أنا شايف إن يوفنتوس نموذج يحتذى به في السنوات اللي فاتت. يعني يوفنتوس لو تلاحظ السبع ثمان سنين اللي فاتوا حصل طفرة في النادي تسويقية بشكل جيد، التعاقد مع كريستيانو رونالدو، غيروا اللوجو بتاع الفريق، فريق ماشي بخطة منتظمة. فبنبدأ ندرس الحالة بتاعتهم تنظيميا شكلها عامل ازاي، فده المحور الأولاني. المحور التاني التسويق، ازاي هننمي موارد النادي،
ازاي نقدر نستغل شعار النادي الاهلي في ان احنا نخش في مشاريع جديده يبقى فيها نوع من المرونه شويه لما تبقى موجوده في شركه خاصه، ازاي نخش باسم النادي الاهلي في سوق زي سوق المواد الغذائيه، نقدر نحط لوجو النادي الاهلي، نادي الفرنشايز بتاع النادي الاهلي للحاجات للشركات تقدر تشتغل بيه. افكار كتيره ان احنا ننمي الموارد، معنا فيها دكتور سعد شلبي. والمحور الثالث وده الاهم هو الاستثمار بقى، انت عامل الشركه دي عشان تدخل مستثمرين، امتى وازاي؟ ازاي طبعا ممكن مستثمرين، طبعا انت ليك 51% ده اهم حاجه، حفاظ على السيطره على فريق الكوره بتاعك، لكن الباقي ده هل هتدخله عن طريق مستثمرين بشكل مباشر ولا هتروح تعمل طرح في البورصه؟ كل ده بيدرس، بنشوف الشركات او الانديه اللي ليها شركات مطروحه بره مطروحه على اساس ايه؟ تقييم شكله عامل ازاي؟ المضاعفات الربحيه بتاعتهم. بنبص بقى في الحاله دي على كل الشركات او اغلبيه الشركات اللي موجوده، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، بروسيا دورتموند، جالاتا سراي، اياكس، روما. ما مني ساعات الناس بتاخد الكلام ده انه كلام، يعني لا لا لا، يعني في الاخر لا يترجم الى حقيقه. ما عندكش حلول، انت لازم انك تروح للاستثمار، ما عندكش حلول، ما لازم كره القدم. وانا زي ما بقول لك ان ده مش تفكير وليد النهارده، نادي الاهلي من 10 سنين اتكلم على الموضوع ده وعمل اوريدي مناقصه لبدايه شركه الكوره، كام ده من عصر كابتن حسن. نعم. فلا، كوره اساسها الفتره اللي جايه ازاي تنمي مواردك، ازاي انك انت تقدر تمتلك الفرقه بتاعتك ويبقى عندك شركه الكوره بتاعتك انت مسيطر عليها وما تبقاش محتاج لحد، يبقى عندك الاسم بتاع نادي الاهلي هو اللي بيدير لك دخل وبتقدر انت تصرف بيه على كل انشطتك. امتى ابدا احس انه شركه الكوره دي لها نشاط ملموس؟ احنا هنخلص البرزنتيشن على الثلاث محاور اللي انا قلتهم لك. نعم. يوم 1/12 ان شاء الله نعرض لمجلس الاداره، ناخد منهم المباركه، نبدا بعد كده نحط رود ماب، خريطه الطريق، احنا رايحين امتى وفين وازاي. معانا هيبقى خبراء طبعا ماليين للموضوع، وعملنا حوالي اجتماعين او ثلاثه من ساعه القرار ده، وقدامنا لسه باذن الله شهر او شهر ونص بحيث ان احنا نقدم للمجلس حاجه، بعديها نقدر نعلن. نقدم لجنه اللي هو الاستاذ خالد مرتجي او المهندس خالد مرتجي رئيس اللجنه، وحضرتك والاستاذ طارق قنديل، مش كده؟ انتوا بقى الثلاثه بتجتمعوا؟ بنجتمع وبدانا نضم معانا ناس، يعني مثلا معانا دكتور سعد شلبي في التسويق، معانا استاذ احمد شمس في الحته الماليه واللي ليها علاقه بالبورصه والمضاعفات الربحيه بتاعه الشركات اللي بره، مهم جدا انك انت تبقى شايف انت رايح فين. مزبوط. انت هتستثمر او هتدخل مستثمرين على كام؟ دايما هي دي اللغه، انت رايح النهارده مثلا طرح بورصه لازم تبقى عارف انت رايح امتى وازاي وهتعمل ايه عشان توصل. مثلا لو هتتكلم على طرح بورصه ده مش زرار هتدوس عليه. ده طريق. يعني انا حصل لي في شركتي انك انت النهارده بتاخد فتره قبل ما بتجهز نفسك وتنزل، ولما تبقى زي ما بقول لك نازل شايف اللي حواليك. حواليك ده مش في مصر، اللي حواليك ده بره، نازل فين وبكام. فالعمليه بتاخد وقتها، لكن لا خلاص هي خطوات جديه لان انت لازم تعمل ده. شركه كوره معناها استثمار طبعا. في الوقت اللي انت بتعلن عن شركه كوره كان واحد من اهم لعيبتك بيمشي اللي هو رمضان صبحي، شايف انه شركه كوره ممكن تعالج مثل هذا الامر في المستقبل، ولا ده هيفضل عرض وطلب وان السوق اتغير وانه مرتبات وعقود اللاعبين اصبحت امر صعب؟ طيب يعني ايه استثمار؟ يعني فلوس. طيب لا، استثمار يعني عائد. ده يعني انا هاجي النهارده اقول لك يا كابتن شوبير انا عايز منك مليون جنيه، اول سؤال تساله لي تقول لي هتديني كام؟ مظبوط. 10% 20% فلوس. لما اجي اقول لك هات مليون جنيه وهرجعهم لك 700,000 هتوافق؟ مستحيل. بقى ده نهج موجود في الكوره. نعم. فصعب انك انت النهارده تقول لي ان ده طبيعي. انت النهارده تقدر تلومني لو انا النهارده مش قادر انمي مواردي كنادي زي النوادي المماثلة لي. نعم. لكن ما تجيش النهاردة تقول لي ان نادي النهاردة سقف ملوش حدود وفي حاجة اسمها فيفا فير بلاي مش موجود. نعم. وتيجي تلومني انا كمجلس ادارة ان انا مش قادر احافظ على ده او ده عصر. خلي بالك الكلام الرنان كتير ولذيذ، ولما تحط اسم النادي الاهلي في اي جملة بيبقى ترند. النادي الاهلي يجب ان يعي ان عصر الاحتراف والاستثمار. النادي الاهلي اول نادي طبق الاحتراف واول نادي طبق الاستثمار. لكن في ليميت معين، ده طبيعي موجود في كل حته في العالم. فيفا فير بلاي امر حلو جدا، لكن الناس قالوا طب ما هو النادي الاهلي يا جماعه اول واحد جاب لعيب في مصر كان بيقترب من ال 40 مليون جنيه مثلا. ميزانيتك تسمح من خلال رعاه ومن خلال موارد عندك. اللعبه كلها في الاخر تاني حته العرض والطلب موجوده في كل حته في العالم. بلاش مصر خالص. نعم. هل الصين النهارده
ما بتدفعش للعيبه اكتر من اوروبا؟ بتدفع مبالغ خرافيه. طيب هل النهارده ميسي ورونالدو ومحمد صلاح وماني سابوا الدوريات اللي هم فيها وراحوا لعبوا في الصين؟ لا، لكن في لعيبه تانية قررت ان هي عايزه تروح هناك ومش فارق معاها ان هي تاخد بالظبط، ان هي مش فارق معاها تاخد بطولات ولا اي حاجه، انا عايز اروح العب في الصين، عايز فلوس. فده مبدا موجود في كره القدم. يمكن الناس هنا في مصر مش متعوده ان ده يحصل. النادي الاهلي هما دايما هو اكتر حد بيدفع، فدلوقتي بقى في ممكن حد يزيد عليك او يعمل عليك خلاص. يعني انت بتشتغل، بتنمي مواردك، بتعمل اقصى ما في وسعك، لكن انت في النهايه النهارده في موارد وفي عقليه، في عقليه احترافيه. كل لعيب في نفس أو الوقت انت اللي حضرتك قلت بقى عليك منافس، يعني لا ما انت تاني هو منافس قوي كمان في الناحيه الماديه. المنافس في الناحيه الماديه زي ما بقول لك، انت بتعمل الاستثمار بتاعك، بتعمل الهوم ورك بتاعك، وفي المفروض قوانين ولوائح بتحكم المنافسه العادله في النهايه. لكن انت ممكن النهارده تقعد تزايد للصبح، وده موجود زي ما بقول لك في دول كتير جدا في العالم. مع موسم، خلينا نتكلم بس في الاستاد الاول لان موضوع الاستاد ده مهم، بعدين نرجع على الموسم وعلى صعوبته وعلى التوقف، وبالتاكيد ده اثر على ايرادات النادي. استاد النادي الاهلي دايما حلم من احلام جماهير النادي الاهلي. انت اديته حاجه لطيفه جدا لحق انتفاع استاد السلام اللي بقى الاهلي والسلام، حاجه جميله باسم النادي وباسم الراعي وباسم القديم بتاعه. لكن تعرف دايما الاهلاويه يعني عايزين الاستاد بتاعه، انا زي الفريق ما بحبش الشريك يعني مفهوم. وهم اتربوا على استاد التتش اللي موجود، مختار التتش اللي موجود، اللي يحتفظ باسمه الى الابد باذن الله. هل استاد النادي الاهلي مشروع من السهل ان يرى النور، او من الصعب ان يرى النور، او من المستحيل ان يرى النور؟ لا، ما هوش سهل وما هوش مستحيل. انت النهارده زي ما في لجنه اتعملت لشركه الكوره، في لجنه اتعملت للاستاد فيها خالد درندلي رئيس ومعاه محمد سراج وجرحي. اللجنه بتدرس وطرق التمويل موجوده، ومشروع تاني ما هوش سهل، ما هوش حاجه هتقدر اقول لك تدوس على زرار هتعملها. مشروع مش سهل، ولكن مشروع مهم لانه مورد من موارد النادي. نعم. في النهايه شركه الكوره والاستاد في الاخر بشكل او باخر هيلتقوا مع بعض، لان جزء من الاستثمار بتاعك زي ما بنتكلم على يوفنتوس، جزء من التطور اللي حصل في يوفنتوس ان هم عملوا الاستاد الجديد بتاعه. من فين الاستاد لو اتعمل؟ هل هيبقى في الشيخ زايد ولا هيبقى في التجمع ولا بتفكروا في ارض جديده؟ يعني ما ارض جديده مش هتقدر تشتري بقى خلاص، الامر بقى صعب. الكلام يعني على الشيخ زايد، زايد مش هو ده يعني مش هو ده الفيصل في الموضوع. نعم. الفيصل في الموضوع هي طرق التمويل. نعم. وازاي تمول الكلام ده، واعتقد اللجنه اللي موجوده قادره وعندها دراسات، وسراج يمكن اشتغل على الموضوع ده، شاطر يعني اشتغل على الموضوع ده من قبل ما يخش الانتخابات والحته بتاعته، وان شاء الله يقدر يكون معاك واحد بحجم ووزن دكتور فاروق العقده. طبعا وانا عرفت انه بيحضر بالفعل اجتماعات، وان الراجل يعني متواجد بقوه بقيمته وقامته الكبيره جدا. يعني هل ليه دور في مثل هذه الامور؟ هل بيتدخل؟ هل بيتم يعني اسناد بعض المهام الصعبه اللي زي استاد الاهلي مثلا يكون حتى ولو استشاري فيها؟ 100% دكتور فاروق كان معانا في اللايحه في الحته. نعم. الجوانب الاقتصاديه كلها هو اللي كان مشرف عليها، وهو علاقته قويه جدا بينا كمجلس، ودوره اكيد هيبقى موجود في الفتره اللي جايه. نخلص بس احنا الاول دورنا ان احنا كلجان نقدم للمجلس، وبعد كده بس ما تقدرش انت تقول انه الاستاد ممكن يخرج يطلع كمان سنه 2 3 4 10 بالنسبه لك صعب. انا كمحمد الضماطي انا من النوع يعني انا بحب ابقى بريسايز في الكلام. لا انت لسه لازم اشوف الاول الدراسه بتاعه المجموعه، لك زي ما بقول لك طرق التمويل موجوده طرق التمويل موجوده ومحطوط الدراسات بتاعتها. وده اللي هيتعرض علينا كمجلس في شهر 12، وان شاء الله ناخد الخطوه. كابتن الخطيب مهتم جدا بقصه الاستاد، وزي ما انت قلت احنا خدنا الخطوه بتاعه الاستاد السلام عشان يبقى عندنا على الاقل حاجه تمشينا الفتره اللي جايه. حجم الرضا داخل المجلس عن موضوع استاد السلام او استاد الاهلي والسلام؟ لا بالعكس، الديل كلها كويس. الديل يعني حلو، الديل كلها مش بنت الديل. ما كانتش بس الاستاد، كانت الاستاد وفرع الاقصر والحمام السباحه بتاع المعلمين. حطوا حمام السباحه خلاص، لسه شغالين عليه. أه. بس يعني فكره، اولا انا عاجبني جدا موضوع الاقصر، عاجبني جدا النادي الاهلي يبقى موجود في المحافظات. شايف ان ده من الاحلام المهمه، انك انت يبقى عندك فروع في المحافظات الجمهوريه كلها تستغل الشعبيه بتاعتك. بعد الاقصر اتحركتوا في حته تانية ولا بنتحرك؟ لا 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 بنتحرك وشفنا اراضي في المنصوره وشفنا اراضي في العالمين بس لسه مفيش حاجه اوفيشال عشان نقدر نعلن عليه. كورونا عملت معاكم ايه؟ كورونا صعبه جدا. اصعب ازمه في رايي واجهت اي حد في العالم هي ازمه كورونا، لان هي ازمه ما حصلتش في اي حته. صحيح. دايما بقول ان اي ازمه بتحصل
بتفتح الكتالوج تشوف مين عمل ايه. ما كانش فيه كتالوج. ما كانش فيه كتالوج. ولحد دلوقتي على فكره انت عمال كله ماشي كده. في بلاد بدات تقفل الجزئيه الثانيه. يعني. فانت الكورونا ازمه كانت كبيره، فانت النهارده النادي قفل اربع شهور. اكبر ازمه عدت على النادي هي الازمه دي. يمكن الناس بتقارنها بتقول لك مثلا 2012، لا 2012 انت النشاط الكروي وقف. نعم. لكن على الاقل النادي كان مفتوح. مزبوط. الاعضاء بتروح في تمارين الولاد الصغيرين، المطاعم فاتحه، الدنيا انت مره واحده اشتراكات على نشاطات كل حاجه واقفه ومطالب انك انت تدفع للناس فلوسها ومرتباتها من غير تاخير، وقد كان عملت ده لمده اربع شهور. لو انت ما كنتش عامل هوم ورك بتاعك صح كتميت موارد من قبل كده كنت هتتكشف. صحيح. لكن انت كنت عامل الهوم ورك بتاعك بشكل كويس، كنتش عارف طبعا ان في كورونا هتيجي ولا حاجه، بس دايما بتبقى عامل استعداداتك لاي طارئ يجي. والحمد لله عدينا الاربع شهور، مفيش حد اتاخر عليه فلوس، الناس خدت مرتباتها. ده ما حصلش في انديه كتير جدا، يعني انديه خفضت مرتبات، انديه مشت ما خفضتش ناس. حاجه خالص. لا لا بالعكس، انت لسه معتمدين من شهر بالظبط، زودنا من شهر حوالي 30% بعض الناس. وغيرنا الكوادر الوظيفيه، دي كانت اول يعني اول تغيير من ثلاث سنين وشويه، فده برضو يعني تقدير مننا للعاملين في النادي. شايف انه حصلت حاله من الرضا ان رغم انه الامور صعبه على البلد كلها ومع ذلك بيجي النادي الاهلي بيزود المرتبات لحوالي يعني تتراوح ما بين 10-20-30% والامور بتسير بهذا الشكل، شايف ان ده خلف حاله من الرضا عند العاملين وده مهمين جدا في النادي؟ اتمنى طبعا ان ده حاجه بالنادي. احنا بنشتغل عشان الجمهور، اعضاء الجمعيه العموميه والعاملين في النادي، فطبعا دول جزء من المنظومه. الظروف صعبه على الناس كلها، فمن حق الناس ان هي تاخد مرتبات زياده. عشان كده احنا كنا اكثر ناس بنحارب على عوده النشاط. كنا يعني الامور بالنسبه لنا مهمه جدا، لانه كان النشاط ما رجعش كان يبقى عندك مشكله يعني زياده، لان انت عندك رعايه وبث والكلام ده كله. ف يعني اعتقد ان احنا مرينا من الازمه دي بسلام. يعني ايه الملف اللي ماسكه محمد ضماطي؟ في ملفات زي ما بقول لك اللي كنت متوليها في فتره ما، زي الابلكيشن بتاعت الاعضاء اللي ليها علاقه بالدفع الالكتروني، اشتغلت وفادتنا بشكل كبير في وقت الكورونا. الناس كانت عارفه تروح النادي، حصل تجديد للعضويات، اكتر من 5,000 أو 6,000 عضويه تم تجديدهم اونلاين. احنا يمكن من النوادي اول نادي تقريبا على حد معلوماتي ان احنا اول نادي نطبق الاونلاين بلاتفورم للدفع. اشتغلنا على حاجات كتير في تنميه الموارد، دلوقتي موجود في شركه الكوره، لكن احنا بنشتغل في الملفات كلها بشكل جماعي. يعني ما عندناش اللي هو حد يروح خد انت الحته دي لوحدك واشتغل عليها، بتبقى قليله شويه. مجلس واحده ولا في انشقاقات؟ المجلس الناس متخيله او عندها تخيل ان احنا النهارده عشان دخلنا قائمه واحده فاحنا هنخش على الترابيزه يمين يمين شمال شمال. لا، طبيعي جدا انك انت النهارده بتخش في مواضيع بيبقى في اختلافات في وجهات النظر على الترابيزه، انا شايف حاجه غيري شايف وجهه نظر معاكسه، بنقعد نتكلم مع بعض وكل واحد بيتمسك برايه، في الاخر بناخد براي الاغلبيه. طلعنا من المجلس كله بيدافع عن راي الاغلبيه، ده اللي اتعلمناه وده اللي اتقال لي قبل ما اخش المجلس، ان احنا شغلنا كله بيبقى على ترابيزه المجلس. لكن مش معناها ان احنا ما فيش بينا اختلافات في وجهات النظر في بعض المواضيع، لكن ما فيش خلاف مستمر. والا خلي بالك في الضغط الرهيب اللي حصل لنا على مدار الثلاث سنين، لو في خلاف بالعمق ده انت كنت هتلاقي نص المجلس ده اللي استقال واللي طلع صرح واللي عمل. كانت في خلافات ممكن توصل للاستقاله، لانه الشيء يعني محمد ضماطي استقال مرتين، وبالتالي واضح انه كانت هناك خلافات عميقه. لا لا يعني لا خالص. عمري ما احط النادي الاهلي في موقف، يعني موقف ان انا اروح اقدم استقاله، ده مستحيل. ما حصلش. وعمري ما يعني الكابتن محمود الخطيب راجل زي ما بقول لك وثق فيا في توقيت صعب وانا ما كانش عندي عمري ما اغزل. لكن ايه اهم حاجه اختلفتوا فيها او ابرز حاجه اختلفتوا فيها؟ لا حاجات حاجات طبيعيه زي ما بقول لك، مكانها الترابيزه، مش مجال ان انا اقول احنا اختلفنا في ايه، بس بقول لك من حاجات صغيره لحاجات كبيره، لكن في الاخر بتطلع من الجلسه خلاص. وممكن الجلسه اللي بعديها ابقى مثلا على سبيل المثال اختلفت مع جرحي مثلا في حاجه، والجلسه اللي بعديها انا وجرحي في موضوع مع بعض قدام حد تاني. بمناسبه الجرحي، ليه دايما محمد ضماطي محسوب على الجرحي وعلى مهند وعلى سراج وهم الثلاثه اللي تحت السن؟ البعض حتى هذه اللحظه بتخانق ضماطي عشان سننا قريب. ما انا سني بقول لك انا دخلت فوق السن بثلاث اسابيع، وهم فرق بيني وبينهم سنتين او ثلاثه، فاحنا بنعامل احيانا معامله ان احنا اصغر ناس في المجلس. بتشكلوا جبهه داخل المجلس؟ لا 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 خالص خالص. احيانا بقول لك بيبقى ممكن كل واحد يبقى مختلف في حاجه احيانا. ما طبعا عادي زي ما بقول لك كل واحد ليه وجهه نظره. احنا ما احناش مكان داخل هتقول لي يمين يمين شمال شمال. احيانا بيبقى ليا انا راي في حاجه، سراج لي راي في حاجه، مهند لي راي في حاجه،
والجلسه اللي بعديها تلاقينا يعني جوهر نبيل كان عنده مشكله قبل الانتخابات وكان في كلام واخذ ورد وعطاء، لكنه تم الحفاظ عليه داخل القائمه، وحصل بالتاكيد فتره ما كانتش لطيفه يعني. هل الخلافات دي دابت؟ هل الامور خلاص استقرت داخل المجلس؟ كابتن خطيب قال قبل الانتخابات، انا فاكر في اخر حوار ليه، قال ان جوهر ابننا وان هو هيتحقق من الموضوع بمعرفته وعلى هذا الاساس هيتم التعامل، واحنا ثقتنا كلها في كابتن الخطيب ان هو تحقق من الموضوع، وجوهر معانا ويعني جوهر موجود في المجلس وبيتكلم وراجل فاعل وكل حاجه وبيطلع رئيس البعثات وكل شيء يعني، مفيش حاجه تعيقه يعني. نروح لفاصل ونرجع، عندنا ملفات ساخنه كثيره جدا مع استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي منورنا النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. ما تزعلش مني من سؤالي اللي جاي، قلنا حضرتك نشط قوي على السوشيال ميديا وانه ليك رجالتك ومظبط الدنيا والضماطي في الموضوع ده شديد قوي يعني. بص بصيت انا اول ما دخلت المجلس كنت بكتب على السوشيال ميديا وانا بعترف ان ده كان غلط يعني، وانا انتقدتك مره انت والجرح صح، وده مش وده كان من الحاجات اللي لازم اعترف، انا من اول ما بغلط ما بحبش اجادل يعني. بعد فتره اكتشفت ان لا، انا مش يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي بشكل عام لازم يبقى ظهوره عزيز في كل حاجه يعني، بيخرج امتى، بيتكلم امتى، بيظهر امتى، فوقفت خالص اي كلام عن النادي الاهلي. وعلى الفيسبوك عندي او الصفحه بتاعتي بتكلم ممكن عن الشغل، عن حياتي العمليه، لكن النادي الاهلي لا. على مدار السنه ونص او السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا عندي مئات الصحفيين عندي على الصفحه بتاعتي يعني، ادعي ان انا ما فيش بني ادم عمري كلمته مثلا قلت له شير لي خبر ولا نزل لي صوره ولا اعمل لي، ما بحبش الطريقه دي خالص. فبالتالي على الجانب الاخر عمري في حياتي ما هستخدم ده ان انا مثلا ابقى اقول له هاجم فلان او اعمل فلان. بعدين انا ما عنديش في الوسط ده، انا ما عنديش عداوه مع حد ولا عمري هبقى عندي عداوه مع حد. انا داخل المكان ده اخدم فيه، المكان ده مصدر سعاده بالنسبه لي، وانا داخل بما يرضي الله بنفس صافيه اخدم المكان اللي انا موجود بس فيه. انت مشجع اهلاوي قبل ما تكون مسؤول طبعا، وبالتالي بتغير على النادي الاهلي، فممكن كلام يتكتب مش بيبقى على حضرتك، بيبقى على النادي، فبتتنرفس فبتنفعل. لا لا. فبتقول للرجاله اشتغلوا. لا لا خالص عمري، وانا اللي عنده حاجه يثبتها ابدا ولا عمرها لا كانت اخلاقياتي ولا طريقتي ولا اي حاجه، بالعكس يعني زي ما بقول لك انا شايف ان ده جو محتقن ومش يعني مش صحي. احنا للاسف الشديد، للاسف 90% من الكوره في مصر النهارده بقت بره الملعب، بقت سوشيال ميديا واستوديوهات تحليليه، 10% بس كوره، والناس اتعودت بقى من وقت الكورونا كان ما شاء الله المساحات فاضيه، فكل واحد بيطلع والترند وما الترند. فانا مش شايف ان ده حاجه صحيه اساسا عشان ان انا اروح اعملها او ان انا ازكي الفتنه اللي موجوده او العصبيه اللي موجوده دي تماما. انتوا بتخسروا معركه السوشيال ميديا كنادي اهلي؟ بص السوشيال ميديا عشان بس الامور تبقى واضحه، المدرج زمان كان هو الصوت بتاع مزبوط. جمهور النادي الاهلي مزبوط. وكنت بتسمع الصوت ده مره كل اسبوع او مره كل ماتش بيجي لك. النهارده الوضع اختلف، ما بقاش فيه مدرج، فبالتالي البديل اللي حل مطرحه هو السوشيال ميديا. نعم. السوشيال ميديا النهارده مشكلتها انك انت عرضه ليها في كل دقيقه. نعم. اي تصرف بيحصل من لعيب، من في ماتش، من مدرب، من بتاع، على طول السوشيال ميديا بتبقى موجود. انا شايف ان ليه مميزات وليه عيوب. لازم تبقى دايما راصد انت ايه اللي موجود على السوشيال ميديا، ولكن تبقى ماشي في طريقك. مش عيب انك انت ترصد، مش عيب انك انت تبص، لكن لازم تبقى ماشي راسم سياسه وانت شغال عليه. لكن لازم نحترم ان زي ما السوشيال ميديا ممكن تمثل ضغط على المسؤولين، لكن على الجانب الاخر انت برضو لما بتكسب او لما بتحقق انتصار السوشيال ميديا دي اللي بتقف جنبك وبتقف وراك وبتتبسط بيك وبترفعك السم. فما ينفعش النهارده ابقى يعني اخد حلوها ولما يجي في شرها اقول لا انا مش عايز، ان انا مش مستحمل الضغط بتاعها. ضغط خلاص طبيعي، وللاسف الشديد المدرج غايب. ويوم ما المدرج يرجع كل حاجه في المنظومه الرياضيه في مصر هتنتصر يعني. رجع 10,000 متفرج للاهلي في اي ماتش ليه، كل المنظومه الرياضيه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي هتنتصر. البعض بيقول ان الاهلي بيتبع مدرسه ادمت، وهي عدم الرد وعدم الظهور. والدليل ان حضرتك بقالك 3 سنين عضو مجلس اداره ما ظهرتش. خالد مرتجي جالي مره، السيد العامري فاروق جالي مره، الدرنداري جه مع سيف مره،
زي ما انت قلت ظهوركم عزيز وده مطلوب، لكنه عدم الرد وعدم الظهور بهذه الطريقة برضو ما هو صعب شوية. الدنيا اتغيرت زي ما حضرتك قلت في حاجة مهمة جدا، انه زمان كان المدرج قادر على الرد وقادر على الدفاع عنك، الآن مفيش مدرج، سوشيال ميديا ما باخدهاش حاجة رسمية، موقع رسمي كتر خيره بيشتغل وبيصدر بيانات وبيعمل شغل محترم، لكن في النهاية ظهور عضو مجلس إدارة قناة النادي الأهلي بتفتتح برئيس النادي بيلقي كلمة صغيرة كانت الناس كلها متخيلة ان في لقاء هيبقى موجود وده مهم، مؤتمرات صحفية مثلا كان بيلجأ لها الكابتن صالح سليم بيغيب فترات لكن بيلجأ لمؤتمر صحفي، بتعتمد انه مثلا بيبقى في لجنة تخطيط مع الكورة، كابتن رؤوف مع لعبات اخرى ده هنتكلم عليه. عدم الزور وعدم الرد ده شايفه سياسة لسه قائمة ولا لابد انها تتغير؟ يعني ممكن تتعدل. أيوة. عشان كده موجود معاك النهاردة كويس. وعشان كده بعد 3 سنين يعني برضو ما انت مش لازم انك انت النهاردة عشان الوضع اختلف وبقى الهجوم جامد او بقى المساحة موجودة انك انت تغير طريقتك وتبقى قاعد 24 ساعة. احيانا بتبقى مطالبة انك تغيرها. عندك متحدث رسمي، عندك مدير تنفيذي بيرد. بشوفه قليل المتحدث الرسمي. عندك مدير تنفيذي بيرد، عندك قناة نادي بترد، لكن زي ما بقول لك لكن في النهاية مش هتقدر تجاري اللي بيحصل. انت بتسلك الطرق القانونية بتاعتك، شغال بما يرضي الله بالامور اللي انت تقدر عليها، لكن ما تقدرش تخش في المعركة اليومية اللي بتحصل. ده هيبقى صعب جدا. لا محدش يقدر يخش معركه يوميه، لكن ممكن تظهر. انا كنت ناوي اخر مره، اخر حوار ليا كان في قبل الانتخابات بحوالي اسبوع او 10 ايام. نعم. وانا طالع انا كان المفروض اعمل حوارات تانية، بس انا قلت انا الحمد لله عملت 3 حوارات كانوا كويسين. انا قلت بيني وبين نفسي الحوار اللي جاي ان شاء الله هيبقى لو ليا عمر وهنزل الانتخابات اللي جايه هيبقى الانتخابات اللي جايه. دلوقتي انا معاك. فده معناها ان احنا شايفين ان احنا محتاجين نطلع نقول احنا عملنا ايه، لان زي ما بقول لك في الاخر انت محطوط في زاويه الخناقه بتاعه الكوره والضغط بتاع الكوره، فانت محتاج تطلع نادي الاهلي كده لما الكوره دايما فيها اي مشكله. وللاسف هي في يعني ممكن نتكلم باستفاضه عن النتائج والكلام ده كله طبعا، لكن في النهايه انت محطوط في كورنر مشاكل صغيره بتخليك مش قادر تبرز حاجه، بتخليك قاعد النهارده في موقف دايما دفاعي. فده اللي خلانا نبدا نطلع زي ما انت قلت من شهرين ثلاثه، طلع معاك خالد مرتجي وطلع العمري فاروق وطلع خالد درندلي، امبارح طارق كان موجود وبقيت اعضاء المجلس تباعا هيطلع. الخناقه لما بتبقى مع حد غريب عادي، يعني تخنق مع منافس، تخنق مع خصم، تخنق مع واحد بيشتمك، واحد بيهاجمك، طبيعي عادي جدا يبقى في خناقه وفي يبقى في سجال يعني. لكنه هل انت شايف انه في البعض، مش عايز اقول معارضه لان المعارضه ده حق طبيعي للبشر كلهم يعني، لكن هل في البعض من داخل المنظومه متربص بالنادي، متربص بمجلس اداره، بيدور على اخطاء، بيشعل سوشيال ميديا، احيانا بيصدر اخبار خاطئه، اخبار غير صحيحه للتاثير على المجلس، وده بيأثر عليكم؟ انا عندي مبدا، طالما انت بتشجع النادي الاهلي انا بفترض حسن النيه على طول. في النهايه كلنا بنحب النادي الاهلي، كل واحد بطريقته، لكن في النهايه كلنا عندنا هدف واحد، يوم ما بتكسب، يوم ما النادي الاهلي بيحقق انتصار، كل الناس بتبقى فرحانه وبتبقى ساكته. لا مش مظبوط. لا يعني انا بقول لك على الهواء ده مش مظبوط، لانه في ناس عندها رغبه، اللي عايز يمسك مدرب، اللي عايز يمسك مدير، اللي عايز يمسك اداري، اللي عايز يمسك نشاط رياضي، اللي عايز يترشح للانتخابات، اللي اصلا كرهك لانه بيكرهك، وبالتالي يقول لك انا ماليش الكيان ده على راسي من فوق، لكن انا بنتقد سياسات، بنتقد. في ناس انا بقول لك معلومه يعني مش بقول لك دون ذكر، في ناس وده في كل الانديه على فكره، لكن الاهلي لانه منور قوي، في ناس بتتنكد لما الاهلي بياخد بطوله وهو المفروض انه منتسب، لكنه لو موجود في النادي يقول لك يا سلام ده احسن حاجه، لو بره النادي بيبقى في قمه الحزن. بيحصل. الجمهور بيبقى فاهم الناس دي كويس؟ لا مش قوي. لا جمهور الى حد كبير فاهم الناس دي كويس قوي. يعني انا بالنسبه لي، انا بقول لك يا محمد، انا بالنسبه لي بفترض دايما حسن النيه، وانا علاقتي على فكره بالجميع جيده، حتى ممكن من نوعية الناس اللي ممكن يبقى ناس شايفه انه ممكن بيتصيدوا اخطاء او بيعملوا. انا زي ما قلت لك انا داخل المجال ده علاقتي كويسه بالجميع، بفترض حسن النيه، بنحاول نشتغل بما يرضي الله، وفي النهايه كلنا هدفنا رفعه النادي الاهلي، انك انت تاخد بطولات واسم النادي الاهلي يبقى كبير. وارد طبعا كلامك يبقى موجود ومتاح، والجمهور بيعرف يفرق كويس، بيعرف يفرق مين المخلص ومين اللي بيشتغل ضد المصلحه. نتائج الكره بتظلم المجلس ولا بتسنده؟ في بعض الاحيان يعني زي ما بقول لك انت مثلا الموسم ده انا شايف انك انت ماشي بشكل كويس، يعني كارقام انت حسمت الدوري قبليه بسبع اسابيع بارقام جيده جدا، 16 فوز متتالي، عندك احسن هجوم احسن دفاع، واصل دور 8 في كاس مصر، خدت كاس السوبر في بدايه الموسم، ودور قبل نهائي في افريقيا،
البطوله الوحيده اللي خسرناها كاس السوبر في الامارات بضربات ترجيح. فلحد دلوقتي المجمل كويس، نتمنى ان شاء الله ان احنا نختم بطوله افريقيا الحلم اللي عند الاهلاويه كلهم، وده طبعا هيبقى انجاز كبير. بس الكلام ده لما تيجي بقى سيبك من الارقام، دي تبص على الكلام ده بيتحلل ازاي، هتحس ان احنا في المركز السابع في الدوري. طيب زي اللي انا قلته لك انه بس مش شرط من متسابين النادي الاهلي للامانه منهم يعني بعضهم يعني لا انا مش شايف دي، يعني شايف اكتر ضغط بشكل ما انك انت يعني مثلا الدوري كل ما تيجي تتكلم مع حد على الدوري عادي عادي ازاي يا جماعه، يعني نفسنا كلنا في بطوله افريقيا وهي الاهم وكل حاجه، لكن الدوري ده مش عادي. الدوري ده 34 ماتش ومجهود وبقاله سنه شغال، ما ينفعش تقول الدوري عادي. يعني مثلا على سبيل المثال هو بايرن ميونخ النهارده لما بيكسب الدوري الالماني جمهوره ما بيبسطش، يوفنتوس حد بيكسب الدوري الدوري هو يوفنتوس لما بيكسب يعني. الدوري الايطالي يوفنتوس حلم جمهوره انه يفوز بالتشامبيونز ليج، ما كسبش التشامبيونز ليج من سنه 96. فكسب الدوري الايطالي 9 مرات، كل سنه بيبسطوا بيفرحوا، هدفهم التشامبيونز ليج ماشي وهدفنا كلنا، لكن لازم نفرح باللي موجود. لكن في ناس بتحب احيانا تفطس الانجاز اللي انت عامله، يقول لك مثلا لا انت خدت الدوري وفريق تاني خد الكاس يبقى الاثنين زي بعض. لا دوري غير الكاس. هل عندكم مشكله مع الاعلام؟ ما انا بقول لك الاعلام ال 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 الاعلام انا بتكلم على البرامج على القنوات على المواقع، بتكلم على الاعلام الاعلام بقى بصفه عامه. زي ما بقول لك في بعض الاحيان بتحس ان في مش تصيد الاخطاء بس بيبقى تركيز زياده في بعض الحاجات، محاوله انك انت النهارده مساواه في انجازات. على فكره مش بقول ان الكاس بطوله وحشه، كاس بطوله عظيمه، اي بطوله حلوه، اي بطوله جمهور النادي الاهلي سوبر حلوه، بطوله بيعشق اي بطولات حلوه، يعني بطوله افريقيا حلوه، بطوله سوبر افريقيا حلوه. اي جمهور النادي الاهلي جمهور هو يعني العنصر الاساسي في المنظومه اللي بيزقها لقدام، لانه جمهور حقيقي عاشق للبطولات. يخلص البطوله النهارده يقول لك هتديني ايه بطوله بكره، بكره بالليل النهارده بالليل يقول لك انا عايز البطوله الفلانيه. فكلنا بنفرح بالبطولات وكل حاجه، يعني نفسنا ان احنا ناخد كل البطولات وبنزعل لما بنخسر اي بطوله، لكن برضو ده مش معناه انك انت تيجي تقول لي مثلا فريق واخد الدوري وفريق واخد الكاس الاثنين زي بعض. يعني لو اتنقلنا لو اتنقلنا لاستوديوهات سكاي سبورتس في انجلترا، هل المحللين هيبقوا قاعدين يقولوا ان ارسنال هو افضل فريق في انجلترا عشان فاز بكاس انجلترا وكاس السوبر؟ لا مستحيل. ده اللي بيتقال. فبقول لك ففي نوع من الذوق تاني، مش معناها ان احنا راضيين بنسبه 100%. ومفهوم ان احنا حلمنا بطوله افريقيا، عشان برضو ما حدش يقول ان احنا مكتفيين والامور تمام، كلنا حلمنا بطوله افريقيا، وده اللي الكابتن خطيب ولجنه التخطيط وكل اهلاوي شغال على الهدف ده. لكن في النهايه انت الحمد لله بتاخد الدوري 5 سنين على التوالي من قبل المجلس بتاعنا، خدت كاس السوبر مرتين في عهد المجلس ده، فالامور ماشيه. مش بقول لك ان هي تاني مش افضل حاجه وبطوله افريقيا هي الحلم، لكن الامور ماشيه. ما انتش بقى ايه تحس لما تسمع بالتصريحات تحس ان النادي الاهلي في ازمه وتخبط والامور فيها مشكله؟ لا، لازم ناخد الامور بحجمها. نعم. اللعبات الثانيه شايف انها ماشيه بشكل جيد، الناس كانت فرحانه بالباسكت رجال وبالباسكت سيدات، بالفولي رجال وسيدات، بلعبات اخرى يمكن مش محسوسه في السباحه وغيره، لكنه السنه دي كانت في صدمه، كره اليد لاول مره للسيدات تبقى بره النادي. خلينا الاهلي وصول نهائي كاس ووصول نهائي دوري وخساره امام الاتحاد في الباسكت، مع اعترافي ان الباسكت في الاتحاد هو الاقوى. خلينا نحللهم لعبه لعبه كده بسرعه. كره الطايره انت محافظ على قوام الفريق بتاعك. ما شاء الله الفريق بيكسب دوري وكاس 30 على التوالي. جددت السنه دي عقود اللعيبه كلها الكبار بتوعك ومكمل نفس القصه لكره الطايره للسيدات، رجال كابتن ميدو مصلحي وحمدي الصافي مع السيدات دوري وكاس السنه دي برضو الحمد لله. فالطايره ماشيه بشكل كويس، ومع ذلك دعمنا في السيدات بمحترفه برازيليه. الباسكت عملنا موسم السنه اللي فاتت كبدايه بنا كويس، وصلنا الفاينل مرتبط ودوري وكاس، وللاسف خسرنا من الاتحاد. كملنا السنه دي بنا مع كابتن اشرف توفيق، جبنا 2 صفقتين من نادي الجزيره مهمين جدا، عمرو جنيدي وعمر طارق واحمد حمدي، فبنكمل بنا. نتمنى السنة الجاية نشوف الأداء أفضل ونكسب بطولات. سلة السيدات اتعاقدنا تقريبا مع 5 لاعبات جداد، ومنهم نادين سلعاوي العائدة من أمريكا مع كابتن علي هاشم، والريدي احنا واخدين السنة دي الدوري والمرتبط، خدناش الكاس، خدنا دوري ومرتبط. كرة اليد الدوري لسه مكملش، عندنا أمل بإذن الله مع كابتن طارق محروس 6 صفقات جديدة، منهم الجزيري أفضل باك شمال في أفريقيا، ومحسن رمضان و عمر سامي وعمر ياسين، 6 لاعبين كلهم بنى جديد للمستقبل، ان شاء الله يتوفقوا الموسم ده والمواسم اللي جايه في المستقبل يبقوا كويسين. يد السيدات
اول مره من 25 سنه فعلا يطلع الدوري من النادي الاهلي. بندعم اول محترفه في بتخش في كره اليد السيدات محترفه من تونس، لسه اعلن على الصفقه بنت اسمها سندس من تونس، من افضل اللاعبات في افريقيا. ان شاء الله نرجع تاني بسرعه. الالعاب التانيه عندنا التنس الطاوله الامور ماشيه رجال وسيدات كويس. التنس عندنا ميار شريف ما شاء الله اول تنس طاوله الاهلي اخذ البطولات، لسه الدوري مكمل رجال وسيدات ان شاء الله ناخدهم. عندنا التيم هايل كابتن اشرف الفتاح والمجموعه اللي معاه. التنس زي ما بقول لك عندنا الانجاز نعم. بتاعت ميار شريف. السباحه الامور ماشيه كويس، قياده كابتن وائل عزت والمجموعه اللي معاه. كره الميه عندنا مدرب صربي كاس سنتين ورا بعض، احنا كنا بعيد شويه عن المنافسه. حتى العاب الغطس والباليه المائي ماشيين بشكل كويس. الجمباز الامور بتتطور، النتائج احسن. سكواش برضو الامور شكلها كويس، الجمباز كابتن محمد فؤاد. التنس الكابتن شيرين. عندنا الالعاب القوه برضو الامور ماشيه بشكل كويس، وعندنا ايهاب عبد الرحمن برضو ربنا يوفقه باذن الله في حاجه كويسه. الكاراتيه كابتن مراد عاصم، طبعا الكاراتيه عندنا ما شاء الله مسيطر بشكل كامل في النادي. فبتشتغل على كل الالعاب اللي عندك بشكل مكثف، عايز تطلع الاول في كل حاجه أكيد. في كل لعبه مدعم من فوق بشكل كويس، لكن طبيعي برضو بيبقى عندك مشاكل تحت، بيبقى عندك مشاكل اولياء امور وناس بتبقى متضايقه ان اولادها ما بيلعبوش ومتضايقه ان عندهم مشاكل، لكن بنحاول ان احنا نحل دايما. والنشاط الرياضي ما بيبخلش بجهد في الحته دي. بنفتح اكاديميات لبعض الالعاب الفرديه والجماعيه لنادي الاهلي بره، نحاول ننمي الموارد شويه بتاعه النشاط الرياضي. فزي ما بقول لك يعني ما فيش لعبه متسابه او طبعا في الهاندبول بس ليها تعقيب. تحيه طبعا لفريق الشمس، سيدات الشمس هم اللي خدوا البطوله وعملوا موسم اكتر من رائع، لكنه كانت بيسا او تحيه حسني كانت مسيطره تماما وكانت بتقود بشكل رائع، وكانت هي والده مروان هشام. مروان هشام عند مجلس الاداره السابق، وكان لها موقف في الانتخابات وضعك سنه ابنها كانت في قائمه ثانيه، تم استبعادها او تم ابعادها او تم عدم الاعتماد عليها. شاف انه هنا كان الامر انتخابي، ما كانش من الافضل انه واحده مسيطره وعامله كل هذه النجاحات بصرف النظر عن موقفها الانتخابي، مش كان من الافضل انها تبقى مكمله لانه كان في نجاحات؟ والله بص انا يعني طبعا كابتن بيس انا بالنسبه لي علاقتي بيها جيده جدا وبمروان، لكن في النهايه ده اختيار بيبقى اختيار نشاط رياضي. نعم. هو شاف ان ده هيبقى فيه سيطره احسن بالنسبه له، ان احنا تبقى هي مش موجوده في الوقت الحالي او هيبقى الاداء احسن، ده كان اختياره. وارد ان الاختيار ما يبقاش مظبوط، وارد ان احنا النهارده النتائج اتاثرت لاسباب كتير، خلي بالك برضو احنا في اصابات كتير حصلت، في اكتر من لاعيبه اعتزلوا وكان في اصابات كتير الموسم الماضي. نتمنى ان شاء الله التوفيق، وفي النهايه بيت النادي الاهلي مفتوح للجميع. يعني كابتن بيسا من الاسماء الرنانه في لعبه كره اليد السيدات وليها شعبيه كبيره. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هسال استاذ محمد ضماطي ازاي الاهلي تعامل في ملف فايلر رحيله، ملف الموسيماني مجيئه، وهل في حاله من الرضا ولا لا، وتوقعاته للمرحله القادمه في النادي الاهلي، بس بعد الفاصل. المباراه اللي فاتت شايفين الاداء اتحسن، والفكره في الملعب هيبان مع مرور الوقت، ولازم ناخد الفرصه والوقت، وشايف ان هو جرب تجربه مع سان داونز ناجحه بمرور الوقت، وحصل على بطوله افريقيا وغلب المنافس التقليدي للنادي الاهلي وقدر يحصل اللقب في مصر. دي حاجه تاكد لك ان هو قادر باذن الله ان هو يحقق بطوله افريقيا مع الاهلي. موسيماني مدير فني فكره حلو، بيلعب كره حلوه، بيبني بيلعب فكره حلو، بيلعب كوره، بيبني الكوره من تحت، مدير فني كويس، وهيحقق افريقيا مع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. موسيماني كان مدرب كبير جدا وكان ماسك سان داونز وعنده خبره كبيره جدا، وهيقدر ان شاء الله ان هو يطور في الاهلي اكتر ما هو اثر الاهلي كويس. هو مدرب كويس، يعني البطوله الوحيده اللي خدها سان داونز كانت مع موسيماني على حساب الزمالك في 2016، فهو يقدر ياخدها مع الاهلي، بالذات ان هو حافظ الاهلي عشان لعبه كتير، ولعب وحافظ الوداد عشان لعب قصاده برده في بطوله افريقيا قد كده. فان شاء الله يعني مع الاهلي يقدر، ومع اللعيبه بتاعتنا يقدر ياخدها، والنجمة تسعى الأهلي إن شاء الله. أول حاجة مدرب محترم، مدرب جاي من جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا فيها كورة، منتخبها ممتاز. الراجل ده هيعمل معانا نتائج محترمة، بس نصبر عليه. بطولة أفريقيا ياخدها بأمر الله، ياخدها بأمر الله، بس محمد الشناوي يرجع. وده موسيماني مدرب معروف بره بنجاحته في تجربته، بإذن الله ياخدها. ونادي الأهلي النادي عريق طبعًا، برغم إن أنا زملكاوي، بس دي
حقيقه لازم اعترف بيه، النادي الاهلي هو اللي يستحق افريقيا السنه دي ان شاء الله. والله بنتمنى له التوفيق الاول في بدايه مشواره مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله، ويكون يعني مشوار مكلل بانجازات كبيره، وان شاء الله يبقى بطوله افريقيا وتكون حاجه بدايه البطولات اللي هو حققها مع النادي الاهلي ومع القلعه الحمراء بامر الله. وبنتمنى ان هو يكون موفق دايما حتى في اختياراته، وان الفرقه تكون في ثبات في تشكيلاتها وفي لعبتها، وبامر الله يكون موفق ويجيب بطولات كتير للنادي الاهلي. اقول له ان شاء الله انت هتنجح في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في الشرق الاوسط، وان شاء الله تجيب لنا افريقيا وكل البطولات الجايه باذن الله. ملف فايلر موسيماني مرتبط ببعضه، عالجتوه ازاي؟ اشتغلتوا عليه ازاي؟ ما خفتوش من رد فعل الناس؟ تعرف احنا عندنا طبعا الكوره لمجلس مفوض كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط اللي معاه باداره القصه. عنصر المدرب بشكل عام عالميا في رايي هو العنصر دايما بقى الاصعب او الاندر في العالم كله. انت عندك مثلا لو تيجي تبص لانجلترا الست فرق الكبار، ثلاث فرق منهم النهارده بيديرها مدربين ما عندهمش خبرات، يعني انت عندك ارسنال مع ارتيتا، سولشاير مع مانشستر يونايتد، لامبرد مع تشيلسي. فدايما حته المدرب عالميا حتى بقت عنصر فيه دايما لازم حته مخاطره. نعم. ويوفنتوس السنه دي بيعتمد على بيرلو، بايرن ميونخ بعد لفه طويله اعتمد على فليك اللي كان مدرب مساعد وكان مدرب مؤقت وفاز معاهم وقلب الدنيا في اوروبا. فدايما المدرب بالذات انت بتختار كريتيريا، لجنه التخطيط بتختار خصائص معينه وبتعلن عنها، وشافت ان موسيماني في الفتره دي هيبقى هو الاقدر لاداره النادي، وخدت القرار كلجنه التخطيط، واحنا كمجلس اداره اعتمدنا القرار. كل ده الكلام العام، لكنه جوه الكواليس بالتاكيد كان في يعني مش عايز اقول شد وجذب بالاعضاء، لكنه في خوف، في يعني توجس، في قلق. مدرب راجل نجح عمل نتائج الناس حبته بصرف النظر عن خساره الزمالك او خساره السوبر ضربات الترجيح، فبتغير مدرب وقبل وقت صعب بتجيب مدرب جديده التجربه على مصر. الراجل من الواضح ان هو كان يعني زي ما البيان طلع ان هو الراجل كان واضح ان هو مش عايز يكمل، وعنده هو نفسه التصريح اللي طلعت بعد كده او الحديث ان هو يعني تجربته الظروف صعبه، الكورونا والكلام ده كله، فما كانش فيه خيار اخر. لكن اللجنه قدرت ان هي تدير الموضوع بحرفيه، ان هي تخلص الموضوع في نفس الجلسه. احنا واجهنا شكر الفايلر وجه موسيماني، وزي ما بقول لك انت في النهايه موضوع المدرب بالذات موضوع بيبقى محتاج خصائص معينه. انت بتشوف في المرحله دي انك انت عايز مدرب عنده خبره في افريقيا، مدرب عايز يحقق قصه نجاح زي ما كان عندك كريتيريا برضو على فايلر، سنه صغير شخصيته قويه، درب في نادي قبل كده زي اندرلخت خد معاه بطولات، فانت دايما بتلعب على الحته دي وبتتمنى انك انت يبقى في استقرار. الاهلي دايما بيبقى سباق، تجربه مدرب افريقي برضو انت عندك مدربين مصريين وناس يقول لك ما دول ولاد النادي وليه ما اديتش لابن النادي طالما رحت افريقيا واحنا خبراتنا برضو كبيره. أنا موجوده. انا شفت رد الفعل اللي حصل بعد تعيين موسيماني، ويعني رئيس جنوب افريقيا طلع وراجل اتكلم، لا يعني حاجه عبقريه. وبالعكس انا زي ما بقول لك المخاطره، قرار لجنه التخطيط قرار قالوا حيثياته، وانا شايف ان هو قرار دايما اي قرار فني بالذات في حته المدرب لازم يبقى فيه نوع من الريسك، ده طبيعي، مفيش مدرب نجاحه مضمون. مانويل جوزيه لما جه مصر اول مره السي في بتاعه ما كانش اقوى حاجه في العالم، كان اول تجربه ليه بره البرتغال في سنه 2001 لو تفتكر، ما كانش عنده قصه نجاح، وجه في النادي الاهلي وبقى من اعظم المدربين، هو اعظم مدرب في تاريخ الاهلي. على الجانب الاخر مثلا مارتن يول لما جه، انا شخصيا كنت شايف ان مارتن يول ده كتير قوي على مصر، لا يعني اللي هو يعني توتنهام يعني انت جايب حاجه ما حققش نجاح. فحته المدرب بالذات زي ما بقول لك في الكوره عالميا حتى دلوقتي لو تشوف التغييرات اللي بتحصل هتلاقي دايما الحته دي دايما هي اللي فيها الريسك. شايف انه ماتش الوداد بقى فيصلي للجميع، للمجلس وحتى للمدرب رغم انه لسه بيقول هادي؟ نفسنا باذن الله ان احنا ناخد البطوله وده اللي بنشتغل عليه، لكن فكره انه فيصلي ومصيري يعني احنا بنحاول وبنجتهد وفي النهايه النتائج بتاعت ربنا. كل الجماهير بتتساءل امتى مجلس اداره هيبدا يشتغل على عوده الجماهير. صحيح كورونا كنت رجعته، مش رجعته الدوله طبعا، بس انتوا ساهمتوا بشكل قوي عدد من الجماهير قبل الكورونا. هل الملف ده محطوط في اولوياتكم هتبداوا تشتغلوا عليه؟ احنا 100% ده انا بقول لك اهم ملف بالنسبه للنادي الاهلي من يعني
من اكتر الحاجات اللي افتقدها على مدار الثمان سنين اللي فاتوا هي فكره غياب الجمهور. نعم. اكتر نادي تاثر بالغياب الجمهور بتاعه عن المدرجات. فمية في المية احنا بنشتغل على الموضوع ده، لكن في النهايه انت في جهات امنيه وفي ظروف بلد هي اللي بتحكم الكلام ده. نعم. وفي النهايه احنا بنشتغل كلنا تحت مظله الدوله، ففي الاخر قرار انت بتسعى ليه لكن في الاخر قرار دوله. هتروحوا المغرب مع الفريق؟ انا شخصيا مش رايح. ليه؟ يعني بحب ايه الاجواء معينه، عايز تفاؤل والتفاؤل عندي عالي. فانا يعني بتفائل بحاجه معينه. بتفضل انه الكابتن خطيب بس معه. يعني انا بالنسبه لي انا راسم حاجه لنفسي كده فربنا يسهل. هل اجواء الانتخابات المقبله بدات في النادي الاهلي؟ يعني انا مش شايف، انا فاضل سنه وشهرين لسه. بقيت بسمع كتير بس مش يعني مش شايف ان ده ليه لازمه. انتخابات الاهلي بتبدا قبلها بشهرين او بثلاثه بالكتير. مش شايف ان في لازمه ان احنا نبدا نتكلم من دلوقتي، لكن احنا شغالين لحد اخر يوم، واللي عايز يفتح موضوع يفتح موضوع، لكن في الاخر احنا كمجلس واللي متعودين عليه في النادي الاهلي مفيش كلام في الانتخابات. رغم النتيجه يعني الساحقه، فوز القائمه بالكامل وبفوارق كبيره جدا عن القائمه المنافسه المحترمه اللي كانت برئاسه المهندس محمود طاهر، لازم نذكره بكل خير، لكن الناس كانوا بيقولوا دي اكثر انتخابات سخونه منذ فتره طويله في تاريخ النادي الاهلي. اثنين مرشحين على الرئاسه لهم احترامهم واعضاء مجلس اداره سواء هنا او هنا. هل تتوقع الانتخابات القادمه هتكون بنفس السخونه ولو على الاقل اعلاميا؟ يعني فاضل بقول لك سنه وشهرين ممكن اي حاجه تحصل فيه، ممكن جدا السنه والشهرين دول اي حاجه تحصل فيه، محدش عارف بكره في ايه. انت بتتكلم في توقيت حقيقي، احنا مش عارفين كمان 15 يوم هيحصل ايه. فصعب جدا انك انت تقول تخطيط لسنه وشهرين قدام، وارد اي حاجه تحصل في السنه والشهرين دول كويسه او لا قدر الله وحشه. فبدري يعني ان احنا نتكلم على المواضيع دي دلوقتي. مش حاطين انتخابات في دماغكم من دلوقتي؟ اتفسرت هو ده المشكله، اتفسرت ظهورنا ان احنا نتكلم انتخابات. هي مش كلام انتخابات، انت بتوضح الدنيا فيها ايه، لكن ما اعتقدش ان ده ليه علاقه دلوقتي بكلام عن انتخابات يعني. طب وليه ما تتكلموش على الانتخابات؟ ولا انت حاسس ان الوقت لسه بدري؟ الوقت لسه بدري قوي انك تتكلم عن الانتخابات، وهتتكلم على ايه وهتقول ايه يعني. ايه اللي انت هتقول؟ وانت في مثلا يعني في حد طلع اعلى مثلا قال ان انا نازل او ما فيش حاجه دلوقتي، والناس كلها حافظه النادي الاهلي وحافظه الخصائص بتاعته، فحتى ما حدش هيعمل كده يعني. قبل ما نروح للفصل هسالك الاسئله السريعه عشان الوقت ما يقتلنيش يعني. خساره اللقب بتاع دوري ابطال افريقيا يؤثر على المجلس في الانتخابات القادمه؟ بقول لك احنا الكوره هي دايما البرواز اللي انت بتبروز بيه شغلك كله، فمهم انك انت تبروز الفتره بتاعتك ببطوله افريقيا، لكن في النهايه انت برضو بتشتغل شغل قوي، ويعني اتمنى ان احنا ننال رضا الاعضاء دايما يعني. الخوف من غضب الجمهور كان وراء الانفاق بشده على صفقات كره القدم؟ مش خوف من غضب، انت بتبني فرقه يعني. كابتن محمود الخطيب طلع بعد الخساره بتاعت الخروج من البطوله العربيه في نوفمبر 2018 وقال بمنتهى الوضوح ان الفتره اللي فاتت كان فيها اخطاء، وان احنا يعني ما كانش كان صريح جدا، وقال ان احنا نبدا ندعم وما فيهاش حاجه. زي ما انت قلت في عرض وطلب لحد قدرات النادي. قدرنا ان احنا ندعم الفرقه من يناير 2018 لحد دلوقتي، يناير 19 لحد دلوقتي بصفقات كبيره الحمد لله. صدمت في موقف رمضان صبحي او ندمان على موقف النادي انه صرف الفلوس دي كلها على سبيل الاعاره وفي النهايه رمضان ما بقاش موجود في النادي الاهلي؟ كلام فني مش حتتي، كلام فني. اتكلمت في حته مشجع. لا انا مش مشجع، انا عضو مجلس اداره يعني. ولكنك بدرجه مشجع في النهايه، لكنه اكيد بتتمنى انه فرقتك تبقى احسن حاجه في الدنيا. لكن في النهايه انا لازم عندي حته معينه دلوقتي، ان انا لازم افصل ما بين ان انا مشجع، ما اقدرش ان انا اتكلم فني، اتكلم اقتصاد في الكوره لكن ما اتكلمش فنيا. اقتصاد في الكوره، الاجراءات اللي اخذتوها مثلا، نادي زي برشلونه خسر 14% من ايراداته، انتوا خسرتوا قد ايه من ايراداتكم؟ قدرتوا يعني تتخطوا حاليا؟ لسه ما خسرتش حاجه لان انت مخلص عقود الرعايه بتاعتك. نعم. برشلونه بخسروا لان هم خسروا الحضور الجماهيري. فاحنا ما كانش عندنا اصلا حضور جماهيري، ما كانش محطوط في الحسبان، فانت عقود الرعايه بتاعتك ساريه. نعم. بنفس الارقام، ويعني نتمنى ان الامور ما يحصل يعني الامور ترجع لطبيعتها عشان ما نخسرش حاجه. هل السوشيال ميديا فعلا بتحرك القرار داخل النادي الاهلي؟ زي ما قلت لك انت لازم تبقى عندك رصد، لكن ما ينفعش تتاثر بحاجه، بس نعم. لازم يبقى عندك رصد، لان زي ما بقول لك السوشيال ميديا هي دلوقتي الصوت، لان ما فيش مدرج. نعم. مش عيب ان انا اسمع للناس، لان احنا زي ما انت بتقول في النهايه احنا مشجعين، احنا اعضاء مجلس اداره، احنا مشجعين في الاخر. احتمال رايك يبقى في النهايه زي راي الجمهور، واحيانا تاني انت بيبقى عندك معطيات مختلفه فانت ما بتبصش على ده. نعم. لكن لازم تحترم او تسمع، مش عيب. انا كنت مشجع وكنت بروح في المدرجات وكنت بنتقد وكل حاجه، كنت ببقى حابب ان انا صوتي يتسمع. وصوتهم بيتسمع؟ ما انا زي ما بقول لك اهو، في حاجات معينه انت بتبقى ماشي على تراك معين، عندك معطيات انت بتشتغل عليها، وفي احيان تانيه انت الامور بتتلاقى، بيبقى الرغبات واحده في الاخر وبتمشي عليها.
اروح لفاصل اخير وارجع اكمل مع الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي نورنا النهارده. حكام مباريات اليوم بقى خلاص الاهلي ام بي والاهلي محمد يوسف حكم ساحه، محمد عبد المجيد مساعد اول، محمد صلاح مساعد ثاني، ونادر قمر محمد سيد بكر حكم رابع، نادر قمر الدوله واحمد حامد فهيم حكام الفيديو، بيراميدز اف سي مصر احمد العدوي حكم ساحه، محمد جاد مساعد اول، عمران فريج مساعد ثاني، شهندة مغربي الحمد لله على السلامه البنات رجعوا ثاني حكم رابع، محمود ناصف حكم فيديو، وعمرو عايد حكم مساعد فيديو. الجو الرياضي حلو ولا وحش؟ لا مش حلو خالص. مش حلو؟ لا طبعا. الامور ملتهبه محتقنه بشكل كبير. مش مفهوم ليه، يعني عمري ما كنت بحس ان الاهلي والزمالك اصلا بينهم مشكله، يعني كانت مناوشات عاديه، لكن احنا كلنا في عائلتنا وسط اصحابنا وكل حاجه فيها اهلاويه وزملكاويه، والامور يعني عمرها ما كانت وصلت للمرحله اللي الواحد حاسسها دلوقتي. احيانا بتبقوا في المجلس منفعلين قوي بس بتمسكوا نفسكم؟ يعني منفعلين بمعنى ايه؟ يعني عايزين تردوا احيانا طبعا بيبقى نفسك انك انت ترد، بتبقى متضايق من حاجه، بس يعني الامانه ممكن يبقى اكتر من الناس اللي خبراتها اقل شويه، احنا لسه برضو، لكن الامور بتتاخد بهدوء. الهجوم الكتير اللي حصل على الكابتن خطيب ورئيس النادي ورمز النادي كان ليه رد فعل عندكم؟ هو كابتن من ساعه ما دخل الانتخابات اساسا هو قال كلمه واضحه، قال انا عارف ان ده هينقص من رصيدي، وانا ممكن ابقى قاعد ما يعني اعامل كرمز فقط، لكن ده متوقع. الشغل، بص، شغل العمل العام ليه الضغط بتاعه، صحيح، مش عايز ضغط ما تشتغلش عمل عام بمنتهى الوضوح، فليها مزاياها وليها عيوب. حسيت ان الكابتن خطيب في لحظه بدا يزهق وانه ممكن يقول لك لا انا 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 اسمي ونجوميتي بدات شويه الفتره الاخيره؟ كابتن خطيب عنده ثبات انفعالي كبير جدا، والراجل مقدر المكان اللي هو فيه ومقدر الضغوط اللي هو موجود فيه. بمرور الوقت اداء المجلس تطور للافضل؟ زي ما بقول لك، انت مشكلتك الوحيده انك انت دايما اللي بيديك الانطباع هو كويس ولا وحش الكوره. يعني دايما انت لو انت النهارده ماشي ما بتعملش حاجه خالص والكوره ماشيه كويس، ممكن تحس انك انت ماشي كويس، والعكس صحيح. فلا، مع الوقت الامور ماشيه بشكل معقول. زي ما بقول لك، بيحصل تاخيرات في حاجات، انا مش من النوع اللي يعني انا كشخص مش من النوع اللي برضى 100%، ومش من النوع اللي ببقى هطلع اقول احنا يعني في ملفات انت بقول لك خلصتها وانجزتها بسرعه، في ملفات اتاخرت منك شويه وبتعملها. العبره ان احنا لما نيجي نخلص باذن الله الدوره بتاعتنا تبقى خلصت. مين الاقرب ليك داخل المجلس؟ لا، كلهم. علاقتي بالجميع جيده وجيده جدا، مفيش حد من اول الكابتن بحكم السن الشباب، لكن علاقتي بكل جيد، فعلا علاقتي بكل جيد. مرتجي هو زي ما قلت لك تاني واحد اتعرفت عليه في النادي، هو اللي دخلني لكابتن محمود الخطيب بعد كده، فطبعا ليه ذكرى معايا. انا خلصت اسئلتي، لو حضرتك تحب تقول الكلمة الأخيرة، كاميرتك موجودة، اتفضل. لا، أنا سعيد أولاً إن أنا كنت موجود معاك النهاردة، وأتمنى إن الواحد يكون وضح شوية حاجات كان نفسه إن هو يطلعها، وأتمنى الحلقة تكون موفقة، ونتقابل بإذن الله قريب. متفائل قبل مباراة الأهلي والوداد؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. متفائل بالنسبة للبطولة كلها؟ إن شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طالما انت متفائل او بتتفائل، فحبيت يبقى اخر كلماتي فيها التفاؤل بالنسبه لحضرتك. نورتني وشرفتني، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التمنيات بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا. شكراً. نورنا وشرفنا النهارده استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. حلقه بكره ان شاء الله مفاجاه، ديفيد سيزر المدرب العام للنادي الاهلي مع فايلر، عملنا معاه حوار فتح قلبه، اجاب على كل التساؤلات اللي ممكن تيجي في دماغ حضراتكم. انتظروا حلقة قوية جدا بإذن الله. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.